طيب هتكلم مع حضراتكم في ملفات فتحناها قبل كده وقلنا ان احنا مش هنسيبها، هنكمل متابعتنا ليها ولمصلحه كره القدم المصريه بعيدا عن اي شيء اخر، ونمشي واحده واحده. اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن مستحقات الحكام الماليه وللمره المليون بقول يجب ان يكون هناك فصل ما بين دورنا الاعلامي في دعم الحكام للحصول على مستحقاتهم الماليه المتاخره وبين انتقادنا لاداء التحكيم اذا كان هناك اخطاء، يعني لان دور الاعلام الطبيعي بالمناسبه ده اللي يحصل، ان هو لما يلاقي حاجه زي موضوع ان يجب على اتحاد كره القدم ان هو يدي للحكام حقها لازم نفضل ورا هذا الموضوع. اتمنى ان المستحقات الماليه المتاخره للحكام تتصرف. طب ليه انا بقول هذا الكلام وليه انا دايما بحاول اسعى لهذا في هذا الامر؟ لانه اتحاد كره القدم دخل له ما يقرب من تقريبا يعني 24 مليون جنيه الشهر اللي فات، هو مديون للحكام ب 25 مليون جنيه. حتى هذه اللحظه لم ياخذ اي حكم اي مستحقات ليه، لا قبل ولا بعد العيد. طيب من كواليسنا وحسب مصادرنا لما الحكام راحوا يسالوا قالوا لهم بصوا احنا بنحاول نوفر لكم مبلغ بس اللي هيطلع هيكون اقل من 50% من المستحقات المتاخره. طب ليه كده؟ فقلنا نسال عشان نعرف اتحاد كره القدم ظروفه الماليه ايه. اكتشفت ان منذ بدايه المجلس الحالي دخل اتحاد الكره مستحقات ماليه تصل الى 12 مليون دولار و200 مليون جنيه مصري. انا عندي التفنيطه بالمناسبه عشان لو حد هيطلع يقول لي منين الفلوس دي يا اسلام، هقول لك 1 2 3. طب هل دي مشكله في اداره الموارد؟ هل دي مسؤوليه المجلس الحالي ولا مسؤوليه مين؟ منتخب الكره الشاطئيه بالمناسبه عامل نتائج متميزه وبنسقف لاتحاد كره القدم على هذه النتائج ومتاهل لبطوله العالم. مش عارف يسافر منتخب الكره الشاطئيه، مش عارف يسافر بسبب عدم وجود سيوله في خزينه الاتحاد. طب ده كلام؟ انا بالنسبه لي يجب ان يكون هناك اداء افضل من اتحاد كره القدم من هذه النواحي، من النواحي الاداريه الحقيقه، لانه في النواحي الفنيه فشل لمنتخب 2003، فشل لمنتخب 2006، حتى الان نجاح في الجزء الاول او الجزء الاهم الحقيقه بيني وبينكم برضو للوصول الى الاولمبياد، فده شيء رائع جدا ويحسب لاتحاد كرة القدم. منتخب مصر الأول ماشي بخطة ثابتة، لكن طيب بقية الأمور الحكام هنعمل معاهم ايه؟ ما هو الحكم ممكن يجي يوم ويقول لك ايه؟ طب خلاص بقى، ما هو انا ما باخدش حقي. خلي بال حضراتكم لو تيجي تبص على كل المباريات، يعني الناس اللي بتتفرج على مباريات الدوري المصري هيحس، والكاس كمان طبعا، هيحس ان في بعض الحكام مش مركزة، يعني في بعض الحكام ادائهم افضل من كده بكتير لكن مش مركزين عشان ما بياخدش فلوسه. فيجب ان يكون اداء مجلس اداره الاتحاد المصري افضل من كده، يجب ان احنا نرى منهم اداء يعني يكون واضح، لازم يكون في حلول واضحه من اتحاد كره القدم عشان لا تتاثر المنتخبات الوطنيه بشكل عام. ف كل الملفات المفتوحة دي يجب أن يتم غلقها خلال الفترة القادمة.